بس انا هاخذ اول إشي، احنا مفروض لايف بس ناخذ ثواني عشان نتاكد انه لايف. يس انا هاخذ اول إشي، احنا مفروض هل لايف بس هل 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 تعرف كم عدد الناس اللي مشاركين الان؟ يس الان لسه صفر لانه لسه هلا طالعين، بس ببين في اعلى الزاويه. يس السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في حوار وسهره ليليه كما عودناكم من بدايه الازمه. حوارنا اليوم سيكون عن الادب العربي والشعر والثقافه. في رحابنا اليوم اطل بدويان شاعران من اقصى شمال الوطن العربي ومن اقصى جنوبه، فنحن اجتمعنا اليوم وجمعنا الخير والبركه ان شاء الله. الله يبارك فيك. واريد ان يعني ان اقدمهما، لكن تعجز اللسان عن تقديم قامتين من قامات المجتمع وخاصه في الشعر العربي، فانا لا اعرف من اين ابدا واين انتهي. فكلاهما الروضة من رياض الجنة، بدنا نحكي إن شاء الله رب العالمين، ولا تعرف أين تبدأ. ولكن بما أن موضوعنا عن الحديث والأدب العربي، سنأخذ الموضوع باللغة الأبجدية ونقدم شاعرنا الكبير وأستاذنا الأستاذ والشاعر عصام عدي. درس الجغرافيا العامة وتخصص في الجيولوجيا من جامعة بيروت العربية ثم في جامعة الإسكندرية في مصر. عمل في مصفات البترول الأردنية ثم هاجر إلى كندا قبل 40 عاما واستقر في مدينة أوتوا. في مدينة أوتوا درس القانون التنظيمي وكتب الشعر في سن مبكرة، وحصل على عدة جوائز محلية وعالمية وشهادات تقديرية في محافل أدبية مرموقة، ومنها شهادة دكتوراه فخرية من جامعة المواهب العالمية الثقافية، وشهادة دكتوراه أخرى من المركز الأعلى للإعلام الفلسطيني. هو ومن مبادرة نشام الوطن ومبادرة بصمة ولاء من فرسان العطاء ومن منتدر صيفة للثقافة والفنون، وشهادة أخرى للتميز من مجلة شعراء الفصحى للشعر العمودي والنثر. شارك في عدد كبير من مؤتمرات منها لجامعة المواهب العالمية والثقافة ومهرجانات شعرية محلية ودولية مثل مهرجان المربد للشعر ومهرجان بابل الثقافي. يكتب تقريبا كل أنواع الشعر سواء الفصحى أو المقفي والشعر الحر، وكذلك الشعر الشعبي باللهجة المحكية وخاصة الزجل اللبناني، وإن شاء الله اليوم نسمع منه شيء عن ذلك. وكتب عدة أغنيات ولحن أيضا بعضها، فهو مالتي تاسك، مواهب من كل الأنواع. ضيفنا تفضل. أريد أن أقول ولحن بعضها، مش أنا لحنتها. مش انت فكرت. اوكي طيب ممتاز، ولحنا بعضها ان شاء الله. ضيفنا الثاني والدكتور قيس غانم من مواليد مدينة عدن. وما أدراك ما مدينة عدن؟ مدينة الثقافة والفنون، مدينة الجمال والعطاء، مدينة الحب والخير، مدينة تقع في جنوب اليمن. ومنذ عقود وهو من مواليد أسرة عريقة لها الباع الكبير في العلوم والآداب والسياسة. والده من أكبر شاعر في جنوب اليمن، وأول خريج من جامع في الجزيرة من الجامعة الأمريكية في بيروت. في عام 1964 تخرج في الطب من جامعة أدنبرا وحصل على شهادة تخصص في طب البيئة والأطفال. هاجر إلى كندا في عام 1970 واجتاز امتحانات طب الأطفال ثم الأمراض العصبية وفيزيولوجيا الأعصاب في كندا. أصبح رئيسا لجمعية فيزيولوجيا الأعصاب والعضلات في كندا، وعمل رئيسا لقسم الأمراض العصبية والنوم في مستشفى نياجرا ثم المستشفى العسكري في العاصمة، ثم رئيسا لقسم تخطيط النوم في مستشفيات أوتوا التعليمية ومونفورت. عندما انتقل إلى العاصمة انتخب رئيسا لرابطة الجامعين العرب، وعيد انتخابه لعشر سنوات.
أسس برنامج راديو بعنوان الحوار مع الشعوب لكي يقرب بين الناس، فحاز البرنامج على 3 جوائز واختير من قبل عمدة العاصمة للجائزة السنوية التي تعطى ل25 مواطناً لمجهوداتهم المتميزة. له مؤلفات كثيرة وأهمها آخر طائرة من صنعاء، انتقام الخادمة، الحب المحرم، تعالي نلاقيه إلى تونس، نلاحقه سوري إلى تونس، حوار بدون خصام عن العرب والإسلام، وأعتقد أنه موجود منه باللغة الإنجليزية، من اليمين إلى اليسار وهو ديوان شعر، الربيع العربي وكندا مع إلي نصر الله اللبناني، وله مؤلفات علمية كثيرة. أهلا وسهلا بكما، ولنا الشرف أن نكون اليوم في رحابكما، فأترك المايك لزميلي وأخي الأستاذ محمد التميمي فليتفضل. أشكرك دكتور جمال على هذه المقدمة الرائعة والتعريف الأروع، والحقيقة الوقوف أمام أخوين كريمين لهما إبداعات على المستوى الأكاديمي وإبداعات على التذوق في اللسان العربي وإبداعات على مستوى المجتمع المحلي، المجتمع العربي في كندا، إبداعات كثيرة ومتنوعة. الحقيقة الوقوف أمامهما يعني لها يعني يعطي الإنسان شيء من الفخر والسعادة إنه أمام هؤلاء وهذه الثلة من الإخوة العرب المتميزين. حقيقة نحن نفتخر بكما ونفتخر بالعديد من إخواننا العرب اللي لهم أياد رائعة في المجتمع العربي الكندي. حين نتكلم عن اللغة العربية فنحن منحازون، يعني ليس لنا في ذلك يد، مضطرون أن نكون منحازون. لها في القلب هوى ومحبة، ولا نستطيع أن نستغني عنها في حياتنا. تذوقنا الحب والشعر والحياة بلسانها، فلا نستطيع أن نهرب من هذا الشعور. إذا أردنا أن نفسر شيئا أو نعبر عن عاطفة، لا نستطيع أن نعبر عن هذه العاطفة بملئها إلا إذا استخدمنا بعض التركيبات العربية التي تعطي الأمر حقه. ولذلك اليوم سهرتنا هي سهرة يعني خفيفة الظل، ليس لأن ما فيها بسيطا، ولكن لأن ما فيها محببا إلى القلب. ولذلك في ميدان الشعر لا نستطيع إلا أن نستسلم، وخاصة إذا تجولنا في دروب الشعر المختلفة، فلا نستطيع أن نتمالك أنفسنا من كلمة الله وكلمات الاستمتاع والتذوق لهذا الشعر العربي الجميل. أول ما أريد أن أستهل به أسئلتي أو حواراتي إن شئتم هذه الخلطة العجيبة. يعني دكتور قيس، هل الدكتور ناجي عاد من جديد؟ إبراهيم ناجي من الطبي إلى الشعر إلى الأدب. أنا ما بعرف، أنا أعرف أن الدكتور قيس يعني طبيب محترف ماهر معروف على مستوى كندا، في بعض الأعمال لا يجيدها إلا هو. فما القصة يا دكتور؟ وأستاذ عصام جغرافيا وقانون، ومنه إلى الشعر أو خلاله الشعر أو قبله وبعده الشعر، ما القصة؟ أرجو منكما أن تسعفانا بالحل والإجابة على هذا السؤال. كيف تخصصتما بتخصص ثم يعني احترفتما هذا التذوق العظيم، تذوق الشعر وكتابته؟ تفضل دكتور قيس.
والله أنا بالنسبة لي طبعاً عشت نموت في أسرتي في جو من الشعر، لأن والدي كان أكبر شاعر في جنوب اليمن، فحقيقة الفضل يعود إليه. وكنت ساهم عندما يطبع دواوينه في مطبعة محلية، كان يطلب مني أن أراجع الحروف مع الطباعين، ولذلك كنت أقرأ كل قصائد والدي، وكانت كلها طبعا كلاسيكية ورائعة جدا، وهو بنفسه حاز على عدد كبير من جوائز الشعر التي كانت هيئة الإذاعة البريطانية تعطيها للشعراء العرب في جميع الأقطار. كانت في مسابقات في الشعر بشعراء الكويت ومصر والسودان والعراق كل شيء، فكان تقريبا دائما يحصل على الجائزة الأولى. فعندما أعطاني الفرصة أن أصحح هذه القصائد عندما ذهبت إلى المطبعة، طبعا أنا في سن مبكر امتصصت كل هذه الأشياء، والميزان الموسيقي الذي هو في الشعر إذا استطاع الشخص أن يصل إليه في الصغر، طبعا هذا يساعد أن يكون عنده أذن شعرية، لأنه الوزن مهم جدا في الشعر. أعتقد أن هذا كان أحد أسباب أني توجهت هذا التوجه. أستاذ عصام، مساء الخير وشكرا على التقديم الجميل اللي قدمه الدكتور جمال واللي قدمته حضرتك. أنا الشعر عندي موهبة، وهاي الموهبة نميتها بالدراسة والاطلاع. حبي للغة العربية وحبي لقراءة القرآن أو سماع القرآن، يعني أنا أسمع القرآن كل يوم، هو اللي أضاف إلي كثير من المعلومات والكلمات والمفردات العربية، كما أني أقرأ كثيرا. في البداية هي موهبة وأنا نميتها في بداية المراهقات، سن المراهقة أو قبله، الكل بيكتب. إذا بتلاحظوا هذا الكل بيكتب، لكن اللي بيحصل أنه بس يصير بالعشرين أو فوق العشرين هذه الموهبة بنيمها مش بنميها. أنا نميتها وكتبت في الشعر والحمد لله راضي عن نفسي فيه. يا سلام، الله يحفظك يا رب. فهذا يعني صحيح أنه بعيد عن الدراسة اللي درسناها في الجامعة، ولكن الشعر يسري في الدم وما بقدر أتخلى عنه. صحيح. دكتورنا يعني الشعر من لامس الأرواح ألهبها، كما تقابل تيار بتياري. الله. صحيح. طبعا صديقنا الدكتور مخلص بقول لك، الدكتور عبد السلام العجيلي الطبيب والكاتب المعروف قال أن الطب زوجتي والأدب عشيقتي. فهل ستظهرون لنا جمال عشيقتكم اليوم؟ بلاش فضائح يا دكتور. طيب أستاذ قيس، لو تسمعنا شيء مما كتبت. حاضر طبعا. أنا أعتقد أنه راح أركز على الغزل في هذه المرة، وطبعا هناك قصائد في سياسية أنا ما دخلت فيها كثيرا، ولكن خلينا نبتدي بقصائد قصيرة في الغزل، ثم في قصائد أطول شوية، وبعدين نشوف إذا كان هناك مجال ممكن أن يعني نتطرق إلى أشياء أخرى. فهذه نبتدي بقصيدة من أربع أسطر.
جميل. في قصيدة اسمها تعالي تعالي، يقول إلي تعالي ولا تبخلي، علي بقربك يا فاتنة، لنقضي الليالي في غفلة عن الناس والضجة الماجنة، وحتى أضمك في ساعدي فتبقين كالطفلة الآمنة، فألثم صدرك في لهفة أؤجج نيرانه الكامنة. هذه قصيدة قصيرة. دكتور قيس، أنا أعلم أنه زوجتك غير عربية. نعم، بريطانية. بريطانية. ويعني أنت بتقرأ لها قصائدك؟ طبعاً هي مطلع عليها وتشجعني كمان. وحتى قصائدك العربية تقرأ لها إياها؟ أم هل تترجمها يا دكتور؟ هل تترجم شيئاً؟ لا، هي يعني شوف عندها انفتاح يعني في التفكير، أن هذه يعني موهبة يجب أن تغذى. نعم. ليس هناك أي مشكلة. هل ترجمت قصائد للغة الإنجليزية دكتور؟ أنا كتبت شعر بالإنجليزي أيضا، لكن ما لا أعتقد أنه وصل إلى نفس المستوى. في فرصة أخرى راح أجمع القصائد الإنجليزية وأقرأها لكم. استعملتها أكثر شيء في هنا في أوتاوا في الأمور السياسية، عندما في حقوق الإنسان، وقرأت قصائد في مثلا أوتاوا سيتي هول وفي البرلمان، مثلا في دفاع عن فلسطين وشبه الشكل بالإنجليزية، حتى لكي يسمعها الشعب الكندي الذي لا يعرف اللغة العربية مطلقا. تمام. أستاذ عصام، أستاذ عصام، بس تحكي لنا عن إيش الدروب الشعرية اللي حتتكلم فيها اليوم، وبعدين تختار لنا من بينها أحد الأنماط وتعطينا قصيدة مثال عليه. أنا راح أمشي على خطى الدكتور قيس، بدأ بالغزل فراح أقول قصيدة غزلية. هو صحيح أنه أول ما يبدأ فيه العربي حين يتذوق الشعر يبدأه بالغزل، يعني أنتم استهليتوا ما يبدأ به العربي ويتذوقه دائما. لكن من سوء حظي، ما أعرف هذا من سوء الحظ أو من حسنه، أنه قصيدته أربع أبيات، هذه قصيدة 12 بيت، فما بعرف أنه في مجال. تفضل تفضل. أكيد أكيد. قصيدة بعنوان يكفي أني أحبك، ليلي يأكلني يفنيني ويكدس في الصحو حنيني، فتعال تعال إلى صدري اشرب من خمري واسقيني، خذني احضني ناجيني، أوقد نيرانك دفيني، عانقني حبك يقتلني من موتي حبك يحييني، اعزف ألحانك في قلبي وبهمس حنانك غنيني، اطبع بالوجد على جسدي أحلام شفاهك تنشيني، خذني في قلبك خبئني وبرمش عيونك غطيني، من دونك لا يكمل عمري، أنت لي عمري ويقيني، من غيرك لا أعرف ذاتي وبدونك أجهل تكويني، فوجودك معنى لوجودي وغيابك جرح يدميني، وبعادك أرض قاحلة يرويها قربك يرويني، من عينك أمطار بقائي تبكي من أجلي وتبكيني، أهواك وجمرك في كبدي يكوي أشواقي ويكويني، لا أرجو من عيشي شيئا إلا إرضاؤك يرضيني، يكفيني أني أحببتك، صدقني هذا يكفيني. الله 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 الله.
الله يعني يفهم. كان في ملهمة لهذه الأبيات يا أستاذ عصام ولا سر؟ شوف بالناحية الإلهام أيوة الشاعر ليس بالضرورة أنه يعيش الحدث حتى يكتب فيه، ممكن أنه يتأثر في حدث بعيد عنه كل البعد. جميل. هذه القصيدة لا أنا كتبتها بوحي من إحداهن، فكانت هناك عبلة يعني كان هنالك يعني عبلة بين قوسين. أي نعم كان هنالك عبلة. نعم دكتور جمال أنت شو رأيك بالإلهام بالقصائد والله أنا هل هذه بتعمل مشكلة يعني ولا بصفتك لا بالعكس بصفتك حبيب قديم يعني بالعكس الحب والغزل والرومانسية ما في أحلى منها، ما في حد ما بحب الحب صحيح؟ أنا حترك لك الميكروفون عشان لي ما عندي تعليق. طب أنا بدي أسأل سؤال بسيط دكتور، يعني هو سؤال قد يكون أدبي علمي ثقافي، ما تقديرك؟ إحنا ما شاء الله الجالية العربية في كندا ليست بالبسيطة، فهل يمكن أن يكون هناك عامل للحفاظ على اللغة العربية والهوية العربية، وخاصة نحن نحكي عن الجيل الثاني والثالث، كيف هذا التحدي راح يكون؟ يعني في جالية عربية لكن جيل ثاني وثالث، هل هناك تحدي بالحفاظ على هذه اللغة والثقافة العربية والشعر العربي والأدب العربي في كندا؟ تفضل دكتور. فينا تفضل دكتور. تقصدني أنا؟ نعم. يس. طيب أنا أعتقد أن موضوع الحفاظ على اللغة العربية والأدب العربي في المهجر من أصعب الأمور، ليس لأنني لا أشجع هذه الفكرة، ولكن أن إذا نظرنا إلى العالم كنظرة واقعية سنجد أن الناس الذين يهاجرون من البلدان المختلفة كما يقول بالإنجليزي sooner or later يجدون أن أطفالهم وأحفادهم ينسون، لا أقول يتناسون، ولكن ينسون اللغة الأم، ولأسباب يعني مهمة وواقعية، وأسباب العمل والانخراط في الجامعات وفي الشغل وكذا في البلد الجديد يتناسون لغتهم، لغة الأب والأم، وهذا شيء طبيعي. يعني نحن يجب أن لا نصر على أن يكون الأحفاد مثلا يتحدثون اللغة العربية كما نتحدثها نحن، هذا لا يمكن يعني. وكمان هذا نفس الشيء للشخص، خلينا نقول الشخص الهندي الذي نفرض هاجر إلى العراق، بعد جيل أو جيلين أعتقد أنك ستجد أن الأحفاد يتحدثون اللغة العربية وينسون اللغة الهندية. يعني ما هيش عبارة عن وطنية، مش موضوع وطني، هذا موضوع عملي، وسواء أردنا أو أبينا الأولاد ثم الأحفاد وأولاد الأحفاد سينسون اللغة، وهذا شيء طبيعي. أستاذ عصام بتحب تضيف شيء؟ اللي تفضل فيه الدكتور واقعي وإحنا منعيشه شيء ملموس، لكن بضيف بأنه من بداية الهجرات، بديش سميها الهجرة الواحدة، الهجرات العربية للمغتربات سواء أمريكا الجنوبية البرازيل أو أمريكا الشمالية أو أوروبا، بقيوا المهاجرين محافظين خاصة المتمسكين في اللغة العربية. فمثلا في سان باولو في البرازيل في 1933 أسسوا العصبة الأندلسية وكان رئيسها ميشيل معلوف، وبعده ترأسها شاعر كبير رشيد سليم الخوري. في نيويورك كذلك الرابطة القلمية
1920 رئيسها كان ميخائيل نعيمي وإيلي أبو ماضي وجبران خليل جبران، ولا ننسى دور المرأة في كذلك في الحفاظ على اللغة العربية في الاغتراب، مثل سلمى بنت جبران الصائب وميريانا دعبول فخوري وكثيرات. اللي بدي أحكيه بأنه الهجرات هذه صحيح بأنها خلتنا نفقد بعض من اللغة العربية، لكن اللغة العربية هي اللغة الرابعة في العالم، بتكلم اللغة العربية أكثر من 500 مليون شخص حوالي يعني. اللغة الصينية هي الأولى، اللغة الإنجليزية الثانية، اللغة الهندية اللي جاب سيرتها الدكتور قيس هي الثالثة الأردو يعني، واللغة العربية هي اللغة الرابعة. حفاظنا على هذه اللغة، لازلنا بعض منا متمسك في هذا الحفاظ. مثلا أنا في بيتي عندي 3 أولاد بتكلموا عربي، طبعا الفضل بيرجع لوالدتهم أمهم اللي علمتهم أكثر مني، كانت تصر على أنها تحكي معهم بالعربي مع أنهم هم ثلاثتهم مولودين هون. بالإضافة للمدارس العربية اللي موجودة حاليا والمعترف فيها من السلطات أو الجهات الكندية، عندك مدارس كثيرة، مدرسة النور، مدرسة الأبرار، مدرسة أورلينز أرب سكول، مدرسة أم القرى، مدرسة أهل البيت، أكاديمية ابن سينا، هذه مدارس لا زالت بعدها بتعلم. وتمسكنا في الدين، يعني أنا العفو ما بدي أتحدث دينيا، التمسك في الدين خلاهم يعلموا الأولاد اللغة العربية لغة القرآن، فلهذا السبب بقيوا محافظين عليها. بالإضافة للجرائد والمجلات العربية اللي موجودة في كندا بكثرة، يعني بكثرة بكثرة، سواء كان من الجرائد الصحف اللي كانت لفترة وثم أغلقت لأسباب الله أعلم، عند جريدة المستقبل، جريدة المرآة، جريدة المصري، جريدة المهاجر، عرب كندا، المرسال رئيس تحريرها صديقنا وأخونا زياد ملاوي فريحات في تورنتو، الرسالة رئيس تحريرها كمان فريد زمكحل، عرب أوتاوا، عرب تورنتو، المواقع الإخبارية زي موقع هلا دكتور جمال بعرف، موقع هلا كندا الإخباري باللغة العربية. يعني أعتقد أنه لا زال في هنالك اهتمام في الحفاظ على اللغة العربية، وإن كان لربما زي ما تفضل الدكتور قيس بأنه يمكن الجيل الثالث يخسر بعض من هذا الاهتمام في اللغة العربية، وهذا ما شيء طبيعي. طيب يعني نريحكم بشيء من الشعر دكتور قيس، تعطينا هالمرة كمان غزل ولا لا؟ غزل، كله غزل، كله ما شاء الله، يعني أنت هيك تمتعنا، تفضل شنف آذاننا يا دكتور. أنا المتيم، هل يرضيك لي كدري وسط الدجى وبصيص النجم والقمر؟ وهل يحق لأجفان لك سذلت عذب الكرى بينما عيناي في سهري به قضيت سويعات مرددة أرى محياك في فيض من الصور؟ فأغمض العين علي أن أرى صورا تبقى بذهني وقلبي، ثم في نظري كثغرك الناعم الوردي يسمعني همس الغرام كنغم العود والوتر، أو قدك السامق الممشوق ينذرني بأنني بشر من سائر البشر، وأنني قد أضعت العمر في قلق، فليت حبك وافى أول العمر. الله 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 الله، جميل ايش هذا يا دكتور؟ يعني
كأن المتنبي أحيي من جديد. مسكين المتنبي. قصيدة رائعة، قصيدة رائعة. الله، all right. رد يا أستاذ عصام. قالوا حبيبك. قلت أين وصاله؟ الحب وصل ما عداه غريب، كيف الوصال وأنت عني بعيدة إلا خيالك في المنام قريب. حلو. تهفو إليك الروح تلهب مهجتي، ما نابني إلا لظات لهيب، ولطالما غالبت أشواق التي تلتف حولي تشتكي وتهيب، ولطالما أخمدت نارا خلتها تجتاحني فأصير منها كئيب، فأساير الدمع الخجول أسره كي لا يبان ولا يبان نحيب، أغفو على وهن ورسمك في يدي متأملا في الحلم منك أصيب، أصحو فأدرك أن حبي كله محض معاناة عليه أجيب. الحب ليس عذابه في ذاته، بل يأتنا ممن نعد حبيب. أوف. أنا مش عارف. طبعاً هو الشعر العربي لما يبدأ يتغزل، أو الشعر العربي لما يتغزل في سيدة قد لا تكون أجمل سيدة في العالم، وقد لا تكون الأروع في العالم، لكنه يصفها بكلمات قد تعجز يعني عنها القواميس كلها. سمعنا طبعا بكل من بداية الشعر العربي في الغزل، دائما بكون في تلمس الروح قبل الجسد. وأنا بحكي يعني هذه لازم تكون درس لجميع الرجال العرب، إنه لا تنظروا إلى الجسد بل انظروا إلى الروح، لأن آباءكم وأجدادكم كلهم نظروا بالشعر إلى الروح أكثر من الجسد. فلم يعني والله يا دكتور جمال، والله يا دكتور جمال، هاي عليها إشارات استفهام. الله إذا في واحد العربي لا يفرق بين الروح والجسد. خلينا نكون صريحين، أنا بحب الصراحة. ممتاز ممتاز يا أخ محمد. أنا بحب الصراحة. تعليق في محله. دكتور قيس، يعني بدي أسأل سؤال عابر إذا سمح لي دكتور جمال. تفضل. يعني العربي منذ بدأ الشعر العربي وأفضل القصائد في الغزل وفي حب المرأة، وأغلب العرب تحولوا إلى مجانين للنساء بشعرهم، وكل مجنون وكل مجنون يكتب معلقات في الغزل، والمرأة تأخذ عقول الرجال العرب. ماشي. طيب ليش نسمع ونعلم أن هناك يعني اعتداء على المرأة، ظلم للمرأة؟ هل هذا مبالغ فيه؟ هل هو حقيقة؟ هل هو في آخر الوقت قبل أن يكون الشعر العربي في أوجه وفي عزه، أم هو الشاعر يعني يتحدث بكلمات ولكنه لا يطبقها في الواقع؟ الشعراء يقولون ما لا يفعلون. يقولون ما لا يفعلون. لا، الشعراء يتبعهم الغاوون. يقولون ما لا يفعلون. ويحبون من لا يعرفون. بقول لك. بقول لك يحب ما لا يعني. دكتور أسعفنا، يعني هل العربي يحب لسانه أم يحب قلبه؟ الواقع الحقيقي والواقع على الورق. الشخص العربي سواء كان شاعر أو غير شاعر يعني مغرم باللغة العربية، لا أدري لماذا، يعني أكثر من أي شعب آخر كما حسب معرفتي. قد أكون غلطان لأني لا أعرف لغات أخرى غير الإنجليزي والعربي والفرنسي، ولكن يبدو لي أن العرب مغرمين بلغتهم أكثر من
ما يتصور الآخرون يعني. وليكن هذه قصيدة بعنوان عودي، عودي إلي. أوكي؟ تفضل. عودي إلي فقد سئمت حياتي وتمهلي كي تسمعي أناتي وترفقي بمتيم لا يرعوي في حبه عن أكبر الشطحات. الله. هل تذكرين حديثنا ومجوننا لما نسجنا أعذب الكلمات؟ من ذا الذي يرنو إليك بقلبه ولسانه في أتعس الساعات؟ من ذا الذي يحن عليك بساعد تضعين خدك فوقها بثبات؟ من ذا الذي يغفو فيفتح عينه ليراك بدرا نيرا بسبات بتلاله وسهوله وعيونه هي في الحقيقة أجمل القسمات. فيقبل الشفتين دون تسرع في وسطها شهد وعذب نباتي. عودي إلى قلبي لينبض مرة في رجفة ما أعذب الرجفات. عودي إلى صدري ولا تترددي من قبل أن يأتيك صيت مماتي. أوه. الله 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 رائع. أستاذ عصام بتحب ترد؟ بالحقيقة أنا بدي أعقب على موضوع حب الروح وحب الجسد. تفضل. هذه قصيدة راح تلمس فيها أن لا هنالك مكان للجسد. أوكي. عنوان القصيدة. بس قبل اسمح لي، بس أنا آسف جدا على المقاطعة. تفضل. آسف جدا، لكن أعطيني لا مكان لها من لا مكان للجسد في القصيدة. نعم. وهاي كتبتها وأنت مقتنع؟ مقتنع. طب تفضل. فأنت راح تلمس هذا في الحديث. عنوان طبعا. القصيدة. نعم. صديقتي عبر الأثير. لا شفتها ولا شافتني. ما بس بلاش دخل بالجسد. هذا بزمن الكورونا هاي. هاي الكورونا. هاي استبقت فيها العصور. تفضل. جاء الجواب وكان الصوت ألحانا فهتفت أهلا صرت الآن نشوانا. خاطبتها عبر الأثير فسرني أني شممت من الأسلاك ريحانا. رقص الفؤاد على أنغام ساحرتي والروض أزهر فيه الورد ألوانا. وكذا بقينا في عناق حديثنا رغم المسافة، فعلا هذا ما كان. نتبادل الضحكات ننسى همنا، ننسى التباعد كي نبقى بنجوانا. هيا تعي هاتي يديك براحتي وتغلغلي في مهجة الآن. فالقلب والروح والأنفاس قاطبة تهفو إليك وجدانا وإيمانا. لا تعجبي أني بصوتك مغرم فالصوت رانا وصرت الآن والهانا. صدق الذي قد قال قبلي قوله الأذن تعشق قبل العين أحيانا. الأذن تعشق قبل العين أحيانا. الله 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 الله. يعني قالوا بمن لا ترى تهدي، فقلت لهم العين القلب كالعين يهدي القلب ما كان. نعم. هذه بشار من برد. نعم. يا عيني. بس هاي لا يعني انه ما كان فيها جسد يا استاذ عصام. لا والله ما في. انت غفلتنا. والله عمري ما شفتها ولا شافتني. لا والله. في ملهمه اخرى هذه زارتني بنصف الليل.
انا بعرفش اذا بدك احكيها راسا قبل حتحكيها بس خلي بالك الصوت كون لحاله جسد. الله الله في الخيال. تفضل يا سيدي تفضل. بالاذن من الدكتور قيس تفضل. هذه روح وجسد، عنوان القصيدة زائرة نصف الليل. وزارتني بنصف الليل تشكو مقاطعتي وتشكو حيث أني صبرت بلا هتاف أو نداء وأني كنت من بدأ التجني. فقلت لها وفي صدري حبور كأني بلبل فرحا يغني تعالي كي أضمك يا حياتي ولا نعمأ بإنسي أو بجني. فإن أخفيت شوقي لا تلومي هو ذات الذي أخفيت عني. لنشرب كأسنا وندوب عشقا، نقدر نحكي هو لنشرب قهوة أحسن وندوب عشقا. فما خبت وما خيبت ظني فنحن وإن بعدنا ذات يوم سيبقى شوقنا قرب التمني. فغضت طرفها خجلا وقالت تدنى يا حبيبي ودن مني. دنوت وفي قلبي اشتعال للثم الثغر من قبل التدني. ورحنا في عناق وانسجام تطمئنني وأرجوها اطمئني. ونسيت كل ما قد كان منها ونسيت كل ما قد كان مني. يا عيني روح روح وجسد أحيانا هذا جسد جسد بعد منتصف الليل. طيب دكتور قيس في سؤال من الدكتور مخلص، هذا يعني من الجمهور بحكي لك أنت بتكتب باللغة الإنجليزية، فما الفرق بين الشعر العربي والشعر الإنجليزي من حيث القواعد والقافية والموسيقى؟ هل هناك سجع مثل الشعر العربي وهل هناك بحور؟ وشكرا. لا ليست هناك بحور، ولكن الشعر الإنجليزي أيضا يجب أن يكون إلى حد كبير موزون. موضوع القافية لا الشعر الإنجليزي لا يلتزم بالقافية بنفس الشكل مثل الشعر العربي. الشعر العربي إذا انكسرت القافية يظهر على طول أنها يعني قصيدة ركيكة، بينما الشعر الإنجليزي المعاني التي فيه أيضا عميقة وشاعرية ومؤثرة، لكن هم أقل يعني التزاما بالريذم أو يعني الموسيقى التي موجودة في الشعر العربي، والتي هي الجمال في الشعر العربي والتي تميز الشعر العربي عن الأشعار الأخرى. ولكني لا أعرف الأشعار الهندية مثلا قد تكون عندهم نفس الموسيقى الوزن في الشعر الهندي، لكن لا أعرفه. فأنا كتبت قصائد باللغة الإنجليزية لكن ما أعتقد أنها كانت في نفس الجودة، ونشرتها في ديوان مشترك سميته من اليمين إلى اليسار، لأنه كان نصفه كان بالعربي من يعني يمشي من اليمين لليسار، وفي الجهة الأخرى من الكتاب اسمه from left to right، لأنه وهو موجود هنا يعني إذا كنت تشوفه. أها جميل. from left to right. Yeah. هذا الجزء الإنجليزي. هذا من اليمين اليسار عكسه. جميل، ابداع حقيقه، ابداع صح. وطبع هنا في اول، انا حسب معرفتي اول شخص في العالم يعمل شيء بهالشكل. ابداع الناس استغربوا يعني، وطبع في هنا في اوتاوا. نعم اكيد، بارك الله فيك. هذه اوكي تفضل احنا جايين نستمع لكم. ايوه هذه قصيدة غير عمودية ولكنها أيضا في الغزل.
كلما حاولت أن أنساك عادت ذكريات واضحة مثل وجه الشمس في وسط الظهيرة، فكأني في مساء الأمس أحصو الراحة من كأس لكأسي في عناق بعد لمسي، غارقا بين الوسادات الوثيرة، بينما تهدين في أذني بأشعار وهمسي، ثم تغرين فؤادي بوعود الحب أبياتا مثيرة، فأراني غارقا في بحر حسي وسط موج ضم رأسي، وبأنفي عطرك الفواح أشتم عبيرة، ثم أصحو فأراني مع نفسي، ثم أصحو فأراني مع نفسي وسط وجسي رغم أحلامي الكثيرة. الله جميل. الله حتى بالشعر الحر يا دكتور أنت تكتب كلمات مثيرة. نعم نفس القافية نفس القافية. وهذه بالشعر الحر كذلك. تفضل. بعنوان والتقينا. والتقينا بعدما كنا ظننا انتهينا، صدفة كانت وكنا نجهل الأيام ما حملت إلينا. والتقينا والتقت في عتمة الليل يدينا، وهمسنا بهدوء وكأننا قد خشينا أن نوقظ شيئا نائما كان لدينا. همسة جاءت رقيقة، زفرة كانت من القلبين في ذات الدقيقة، أضرمت نيران حب كاد أن يطفأ حريقة. زفرة كانت من القلبين حرة وعميقة، أبحرت في عمق روحي، أبرأت مني جروحي، أشعلت خلل الرماد وهج جمرات عتيقة، أبعثت حيا ما ظننا قد وأدناه رضيعا كان في عمري ربيعا. لم نقل أكثر من مرحبا، إنما العينان قالت أكثر ما كنا حكينا لو حكينا، ومضينا وفرحنا وانتشينا حين أدركنا سويا أن ما في خافقينا ليس وهما بل حقيقة. والتقينا. الله 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 الله. جميل الكتاب. نعم. طب أنا بدي أسأل، هل كتبتم في، أكيد يعني هذا ما في شاعر عربي ما كتب في حب الوطن، فهل كتبتم شيئا لحب الوطن، غزل الوطن، بغض النظر سواء الدولة اللي أنتم قادمين منها أو للوطن العربي أو لأي دولة عربية؟ أنا كتبت. نعم وأنا كتبت. تفضل أستاذ. دكتور قيس تفضل. أفتش عليها. أوكي وجدتها كما قال إسحاق نيوتن. هذه بعنوان اطمئني يا بلادي. قد عرفناك لنا أما تبادلنا الحنين، فأحطناك بحب من بنات وبنين، ثم عهدناك أن نبقى على مر السنين نحفظ العهد وإن عشنا بعيدا يا يمن. كل من كال لك السوء وما زال يكيد سوف يلقى الشعب يحميك بأتراس الحديد في المكلا والمعلى عبر بحر من بعيد،
سوف يحميك بمال أو بروح أو بدن. نحن شعب لا يبالي برصاص في الصدور، عاش دهرا في الفيافي نائما بين الصخور، سامه الحكام ضيما، سامه الحكام ضيما وهو ما زال يثور بعقود وقرون بل على مر الزمن. سوف يأتي جيش عدل وسلام وإخاء، سوف يأتي من تعز عبر صنعاء والمخاء، من ينادي بنظام وسلام ورخاء. فاطمئني يا بلادي، فاطمئني يا بلادي، واطمئني يا يمن. الله. آمين آمين يا رب العالمين. إن شاء الله نرى اليمن العزيز الغالي، اليمن الطيب اللي بأهله وبحضارته، نراه إن شاء الله عائد للسلم والأمن والأمان إن شاء الله، وأهلنا في كل الوطن العربي. أستاذ عصام تفضل. أنا كتبت الشعر الوطني الكثير، كثير من الشعر الوطني، حتى في بداية كتابتي للشعر وأنا في الثانوية وفي المدرسة الإعدادية حتى كتبت الكثير زي ما قلت. راح أختار واحدة الآن بعنوان القدس. القدس تبكي حسرة تتألم، والبعض عنها لاهيا يتنعم، باعوا الضمائر واشتروا لذاتهم، لا خير في من للذائذ سلموا. هذه البلاد حروفها مكتوبة بدم الشهيد وغير ذاك محرم، ما ضرنا لو مات منا بعضنا، تبقى كرامتنا العزيزة مغنم. في كل نفس للبطولة معقل، في كل بيت للشهادة مأتم. رضع الوليد من الولادة عزة، هذه الرضاعة ليس عنها يفطم. لو كمموا الأفواه عن صرخاتنا، الجرح فينا ناطق يتكلم. والمسجد الأقصى سيبقى قبلة محفوفة بالحب مهما أجرموا، والقبة العصماء باب للسماء، هي صخرة كانت لطاها سلم. وكنيسة يبقى القيامة اسمها، الرب فيها اسمه يترنم. الحق نحن أهله وحماته، والحق صرح شامخ لا يهدم. الله الله الله. أنا بدي أحكي لك، أنا بدي أحكي لك، لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب، لا تبكي عينك أيها العربي، واعلم أنه في القدس من في القدس، لكن لا أرى في القدس إلا أنت. أنت. هذا شعرنا تميم برغوثي. تميم برغوثي. يس. الله أكبر. يعني أبدعته. أنا يعني تلجمت اليوم من صراحة أمام العملاقين اللي أمامنا، فما شاء الله عليكم. استغفر الله. دكتور قيس، أذكر مرة كتبت قصيدة عن الفتاة التي اغتصبت في العراق. ايوه هل تريدونها؟ تفضل اتفضل اقراها، لانه انا رديت عليك فيها قصيده ثانيه، فبطلع نعم جميل. أيوة لحظه افتش عليها ولا يهمك. طبعا انا عندما اكتب قصيده يعني التزم بحوالي يعني 20 بيت، بينما الاستاذ عصام يعني يتوغل الى 200 بيت احيانا. فساقرأ عليكم هذه الاغتصاب. هذه عندما اغتصبت امراه عراقيه من قبل الجيش الامريكي، كان شيء يعني مقزز، و أكثر الناس انزعجوا من هذه الكارثة، فالقريحة أمرتني بأن أكتب ما يلي. يعني
بأرض العراق بشط الفرات. دكتور عيد من أول لو سمحت. معلش دكتور تعيد من أول بس قطع الخط شوي. أتستغربون اغتصاب الفتاة بأرض العراق بشط الفرات؟ أتستنكرون اقتحام البيوت بجنح الظلام ووسط السبات؟ وما يصنعون بسجن غريب؟ وهل قد سمعتم بكوم العرات؟ ألم تدركوا أنهم حفنة من الحقد جاءت بقصد الشتات؟ ألم تفقهوا أنهم قد أتوا كأي قساة وأي غزاة لنهب البلاد، لنهب البلاد وقتل العباد لسفك الدماء وهتك البنات، لنسف الجسور وحفر القبور وهدم الحضارة والمنشآت، لظلم اليتيم وذل الكريم ورعب الأرامل والأمهات. تعالوا نبارك لهم مسرح، فإنهم الغاصبون العتاه. تعالوا نبارك لهم نصرهم، فإنهم الغاصبون العتاه، فنركع حفظا لأرواحنا ونسجد ذعرا طوال الحياة. وإلا فسيروا بآلافكم لبذل الشجاعة والتضحيات، وإلا فهبوا ولو مرة لحفظ الكرامة قبل الممات. الله جميل. الله 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 الله. عندما كانت طلعت حادثة مؤلمة جدا. مؤثرة جدا. صحيح. كانت الحادثة مؤثرة، ولكن دكتور قيس قصيدتك أثرت بي أكثر وجعلتني أندمج وأنسجم في الموضوع، فكتبت قصيدة على نفس البحر وعلى نفس القافية ردا على قصيدتك. طبعا ليس ردا، إنما مجاراة لقصيدتك، ولكن كانت قصيدتك حوالي 100 بيت مش كده؟ لا لا لا، سأختصر منها بقدر قصيدتك. قصيدة بعنوان نداء بلا فم. أخيت صوتك ما زال يدوي، وما من مجيب لصوت الدعاة، وهل كنت ترجي لصوتك سمع وحولك قوم يسير موات، يدس الرؤوس برمل الصحاري ويعمي العيون عن النائبات، تنادي أناسا أماتوا الضمير وصموا الأذان وعاشوا السكات، يباهون جهرا بظلم العباد ولا يخجلون يسموا طغاة، فهذا مليك عليه الحراسة ليلا نهارا لصد الرعاة، إذا طالبوه بماء وملح وبعض الدواء وخبز الفتات، وهذا رئيس محاط بجيش يضم الزواني والعاهرات، وذاك أمير يقامر دوما بمال اليتامى على الطاولات، ويركع تحت كعاب الغواني ويسجد ذلاً وينسى الصلاة، تمر الجرائم في كل يوم مرور الكرام على السائلات، فهتك العذارى صعب مرير وأصعب منه ما هو آت. الله الله، هذا جميل. هذا كلام رب جميل. شكراً. الله يبارك فيك، يعني مجاراة معك، أنا لا أستطيع مجاراتك على كل حال. كلام هذا الكلام كلام مؤلم حقيقة، يعني الشعر العربي فعلا يعبر على عن العواطف العربية في قمتها في أعلاها. يعني حقيقة إحنا نبالغ في المشاعر، ولكن رب العالمين أعطانا لغة تجارينا بهذه المبالغة. أعطانا لغة مفرداتها تستوعب هذه المبالغة وتستوعب هذه البلاغة وتستوعب
هذا العمق في المعاني العظيمة. وطبعا هذا ما في شك فيه ولا في استغراب منه، فيكفي أنه نزلت بها آيات القرآن الكريم حتى تعبر عن المعاني الأسمى في الوجود. فالحقيقة اللغة العربية لغة عظيمة تستوعب هذه المعاني وتعبر عن المشاعر بقوتها وبعمقها، تؤثر في كل الناس. يعني شاعر واحد كان في العرب يقود جيوش أمامه بكلمات التي تستفز مشاعرهم، كلمات قوية وعظيمة. أشكركم عليها. الله يبارك. لغة الأجداد هذه رفع الله لواها. نعم. لم يمت شعب تفانى في هواها واصطفاها. الله. حلو كثير. الله. رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي. أنا البحر إيش؟ في أعماقه الدر كامل. أصابه الدر. فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ نعم. نعم. صدقتم، والشعر كان يعني دواء للعرب وكان دائما، وإن شاء الله يبقى، لأنه هو أصلا إماء، أنا بسميه إمام الأدب العربي. فالكتابة هي إبداع، ولكن لما تستطيع أنك تكتب وتعبر وتزن بقافية يعني تكون أبدعت يعني جميع أساليب الإبداع. بدي أسمع، بديش أتكلم أنا اليوم، بدي أسمع مين حابب منكم. هذه قصيدة أنا كتبتها لأخي، وعلشان يلحنها تصير أغنية قصيرة. هي احكي لنا عن أخاك قليلا دكتور. أخي الدكتور نزار غانم عنده مواهب كثيرة، منها الشعر، ومنها هو أيضا طبيب مختص في علم البيئة، ويدرس في جامعة البنات في أم درمان في السودان. وأصغر الستة الإخوة في أسرتنا، تخرج في الطب من السودان، وعنده موهبتين يعني، واحد الشعر والأخرى العزف على العود. كان يغني قصائد والدي. قلت لكم أنه كان من كبار شعراء اليمن، إن لم يكن أكبر شاعر فيها. ولكن هذه القصيدة كتبتها على أمل أن يغنيها الدكتور نزار، وفعلا لحنها وغناها وطلعت أغنية جميلة جدا. فمن 8 أبيات عمدا، لأنها الأغنية يجب أن لا تكون طويلة، بعنوان يمن النفس. يمن النفس تعالي واسمعي همسي وجرسي، وصليني قد أثار البعد أشجاني ووجسي. يمن القلب اتركي في راحتي نفحة لمسي، وامسحي عن مقلتي دمعي وأحزاني وبؤسي. يا من النفس اشعلي في مهجتي وقدة حسي، واذكريني بعبير دونما دن وكأسي. ذكريني بليال، ذكريني بليال كنت فيها كل أنسي. بل أعيدي كل ما عشنا في ليلة أمسي. الله. حلو. الله. حلو. وعندما يعني تصاحبها أوتار العود تطلع في روعة. جميل. أستاذ عصام سيدي. إيش حاب تحكي عن في هذا المقام بعد هذه القصيدة؟ هذه قصيدة رجعتنا إلى الغزل. إلى حد ما يعني. سأقول قصيدة فيها بعض. إيش رأيك بالزجل؟
راح احكي لك واحدة زي، لكن خليني الان يعني شدني شعور طبعًا اني احكي لك قصيدة سهلة وممتنعة، سهلة جدا، هي شبه سياسية شوي لكنها لا 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 تمس احد يعني. الله بعيننا، ما فيش سجن في كندا. عنوان القصيدة: مكالمة هاتفية. رن جرس الهاتف في عقر منزلي يرعبني، وجاء الصوت يطلبني، قال: هل أنت ذات الشاعر الذي قال: رأس الحكمة قمع الشعب، وأن القمع أساس الملك؟ وقال كذلك: إذا حكمتم بين الناس فاحكموا قبضتكم على رقابهم واحكموا بالقمع. هل أنت الذي أشرت ماذا حدث؟ يبدو أنه توقع في مشكلة. يا طب دكتور، خلينا نكون معك قبل ما يرجعنا الأستاذ عصام. هل عندك هجاء؟ هجاء الكل يسأل عن الهجاء. مش عارف ليه والله، ما أكيد أني عملت هجاء لبعض الناس. لابد منه. أيوة، هجاء للحكام. أوكي. ها؟ تفضل. بأسماء ولا بدون أسماء؟ بدون أسماء. طيب، قولوا لحكام البلاد تمهلوا، وتأملوا ما حل بالصدام. أنتم تريدون البقاء لعرشكم، وكذا تريد بقية الأقوام. فلتسمعوا ماذا تقول شعوبكم، كي تنعموا في يقظة ومنام. إن كان بشار يسلط جيشه ودروعه في درعة بالشام، أو كان قذاف القذائف ممطرا بالنار مصراتا وبالألغام، أو باتت الساحات مقبرة الذي رام العدالة بالفؤاد الدامي، أو كان ثعبان البلاد مراوغا متشبثا بالحكم والأحلام. فالشعب هب من السبات محاسبا كل الملوك وسائر الحكام، فلتعدلوا وترفقوا برجالكم، والدين يفرض رحمة الأرحام. أنتم لهم وهم لكم إن تدركوا بالعرق والتاريخ والإسلام. فلتتركوا ذكرا حميدا خالدا، فالقبر منتظر لكل عظام. والغرب لن يستطيع دفع منية عنكم، ولا صدا لنصل حسامي. إن الحشود إذا أرادت حقها فعروشكم ستطيح كالأصنام. الله، حلو. الله والله راقي يا دكتور، يعني كلام جميل. عفوا، إحنا انقطعنا مع الأستاذ عدي، كان أعتقد في خلل فني. أنا آسف جدا. لا لا لا، عادي، الإنترنت أكيد في لود. عيد القصيدة، بدنا نعيدها من أول وجديد. نفس القصيدة. النت فيه كورونا. النت فيه كورونا، فبدنا بس مناعي قوية. أنا ناديت عبيدة فحط له ماسك، حط له كمامة. ألقي عليه بقصيدتك خليه يموت.
القصيدة بعنوان مكالمة هاتفية. رن جرس الهاتف في عقر منزلي يرعبني، وجاء الصوت يطلبني، هل أنت ذاك الشاعر الذي قال رأس الحكمة قمع الشعب وأن القمع أساس الملك؟ وقال كذلك إذا حكمتم بين الناس فاحكموا قبضتكم على رقابهم واحكموا بالقمع. هل أنت الذي أشار على السلطان إن كان رحوم القلب قد يقلبوه، وإن كان فضا غليظ القلب لهابوه واحترموه؟ هل أنت الذي قال خذ من أموالهم سرقة تذلهم بها واجعل أمرهم نقمة بينهم واشغلهم بأنفسهم عن طغيان حكمك وناورهم بالأمر وافرضه عليهم؟ هل أنت الذي قلت للسلطان إن جاءه فاسق بنبأ فيصدقه، وإن جاءه واعظ بكلمة حق فليجزره ويقول لجلاوزته خذوه فغلوه ثم الزنزانة ألقوه؟ فأجبت خائفا نعم يا سيدي هو أنا، ولكني سأشرح لك الأمر. قاطعني قائلا لا داعي لذلك، فقد أعجب السلطان برأيك وهو على غير عادته يشكرك ويقرئك السلام. الله الله، يعني تفضل تفضل دكتور. لا لا انا عاجز عن الكلام. كل شيء عكس عكاس، يعني كل شيء عكس عكاس. عاجز صراحه، يعني جميل جميل. اعطينا دكتور قيس، احكي لنا شوي عن الهجاء، فهل لك من الهجاء يا استاذ عصام؟ عندي من الهجاء ولكني لن اجرؤ على ان اقول. لا 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 أستطيع أن أهجي أحد، ولكن عندي مدح أو تكريم بالأحرى لحضرتك يا دكتور جمال. الله 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 الله، جميل، هذا جميل، هذا بدنا نمسك فيه. عندي قصيدة بعد حصولك الذي تستحق على الميدالية والوسام أو التكريم من الحاكم العام لكندا. ارتئينا في الجمعية الأردنية أن نعمل حفل تكريم لحضرتك، وكان يجب أن أفاجئك في هذه القصيدة التكريمية لك، لكن من سوء الحظ أنه لم أحضر حفل التكريم لظروف خاصة وبعثت القصيدة لكنها لم تلقى على أي محفل. هذه أول مرة سألقيها بعد الشرف، بعد الإذن من الدكتور قيس. إذا بدي أخذ شوية من دوره يعني. لا تفضل. والقصيدة يا دكتور جمال فيها نوع من الإعجاز الأدبي أو العبقرية الشعرية، الإبداع والعبقرية الشعرية، بأنه كل حرف يبدأ به البيت هو من اسمك الكريم. يعني أنا إلي أربع أبيات منه. إلك أربع أبيات محمد. إلي أربع أبيات. نعم. فإذا المستمع الكريم، فإذا المستمع الكريم بيمشي معي مع أول، مع كل حرف من أول بيت وبيكتب على ورقة، راح يخرج بالنهاية باسمك. تفضل يا سيدي تفضل. شكرا. من أين أبدأ؟ هل شعري يطاوعني أم ينطق الحرف يحكي بعض أسراري؟ حار اليراع فهل تكفي مدامعه حق القريض لتنبيكم بأخباري؟ ما جئت إلا لأحظى من مآثركم وبكم أتيه أغني لحن أشعاري. دمعت عيوني ففي ملقاكم فرحاً، فيه الربيع وفيه عطر أزهاري. جئنا نكرم من بالفعل كرمنا من قبل هذا بتقدير وإكبار. ملك القلوب بأعمال له بلغت حد الثريا
وزادتها بأنواري، أنت الذي أعطى وضحى وقته للخير أسرع، مشدود بزنار لم يستكين لحر أو لعاصفة، والبعض أقعى في الدفا بدثاري، آمنت أن جميل الشيء غايته أن يستمر بإغداق كأنهاري، لا شك أنك فيك الخير منبته من الطفولة حتى يومنا الساري، شاركت في كل المحافل مبدعا، وكذا طريقك تهتدي بوقاري، رسخت فعل الخير فينا مجدرا، عمل التطوع إيمانا بإصراري، يا من ضربت لنا الأمثال مجتهدا، ما كنت تطمع إلا رحمة الباري، فلمثل شخصك نهدي شكرنا علنا، ولمثل فعلك لا نخفي بأستاري. الله الله الله، يعني إبداع. أخجلتم تواضع أكيد، يعني أنا يعني لا يسعني إلا شكرك وتضييق الكلمات، لأنه ليست قصيدة عادية، يعني هذه فيها إبداع لغوي وشعري، و يعني الشكر لله طبعا والشكر لكم. حابين نسمع آخر قصيدة، نشوف شو الوقت، يعني يطير طيران، احنا ما بدنا نترككم. نعم، يظهر آخر قصيدة من الدكتور قيس. أنا أوكي، نبتعد، عندي قصيدة غزلية قصيرة، لكن قبل هذا في قصيدة كتبتها عن إدوارد سعيد، رفاع لإدوارد سعيد، أعتقد استحق القراءة يعني. أكيد. كنت للعلم مشعلا يا سعيد، تنشر الحق في الدنا وتعيد، لا تبالي بما تجر الليالي، أو بما قال خائن أو حقود، كم أرادوا لك الفناء ولكن لا يخيف الرجال ذاك الوعيد، من ذئاب هزيلة أو نعاج، مثل في الغاب ما تكون الأسود، لم تحارب بصارم أو سنان، بل يراع بها يفل الحديد، أو بحبر يصوغ نثرا وشعرا، يفهم الغرب حرفه واليهود، كم من العرب ضاع صيتا وصوتا، يمثل القوم حوله والوفود، لا يطيقون أي كذب وزور، قد كفتهم على العقود وعود، أين في الناس من يبوح برأي فتلبي وتستجيب الحشود، كنت للحق منبرا يا سعيد، ذاك ما نرتضي به بل نريد، قل لماذا تركتنا في ذهول، قل لماذا تركتنا في ذهول، دون ند يدلنا ويقود، قل لماذا سلوتنا في دموع، ليت عمر العميد دهر مديد، فسلام على رماد زكي، ووداعا فأنت العميد. الله يسلم هالتم يا دكتور قيس. الله رائعة. إذا سمحتولي كان في سؤال، فضل. أنا ما غضيت الطرف عن الجواب، لكن أخرت أشوف في معنى وقت أو لا، حتى نكسب أكثر الدكتور قيس يشنف آذاننا بهذه الكلمات الجميلة اللي هو عن الشعر الزجلي. نعم، راح أحكي قصيدة واحدة. تفضل. أوكي، لربما الوقت يسمح لنا.
تفضل تفضل انا ماني شاطر في الغناء، صوتي مو حلو للغناء، فما راح اغنيها، راح القيها القاء. التواضع كويس يا استاذ عصام، التواضع كويس. الله يحفظك. صوتك مبين، صوتك مبين انه حلو. انا بميز الاصوات على فكره. الله يبارك. تفضل. طيب. تفضل. هذه موهبه جديده. جميله. من الملاحظ انه في الشعر الشعبي او الشعر الزجلي اللبناني خاصه انه يلتزم بقافيتين، غير عن الشعر الفصيح المقفى. يجب أن يكون في قافية لآخر الصدر وقافية لآخر العجز، وبالنهاية عندك نهاية مفتوحة تسمى العرجة، وتعود إلى القافية، قافية العجز. القصيدة كتبت لأني عشت وضع معين. كان هنالك فتاة في العشرين من العمر تلقي كلمة رثاء على قبر والدها، تشكر الموجودين وتترحم على والدها. كانت تقرأ عن ورقة، يعني كانت ترى، لكن شاءت الصدف أن ألتقيها بعد كذا شهر، وإذا بأمها بتجرها لأنها فقدت بصرها لارتفاع السكر عندها. يا الله. فأنا تفاجأت وطلعت معي هذه القصيدة. دكتور محمد، أستاذ محمد، هل تريدها غناء؟ غناء سيدي، غناء. بس غناء بتطول. غناء يا سيدي. على فكرة الشعراء كانوا يغنون أشعارهم في الجاهلية. طيب، راح أحاول قدر الإمكان. تفضل يا سيدي. القصيدة بعنوان شو صابها. طيب، ونختم فيها إن شاء الله. شو صابها، شو صابها، كانت ما بين أصحابها شعلة زكاة ومعلقة بكتابها. شو صابها، أنديل عينيها انطفى، وشو هالمصيب اللي ما حسبنا حسابها. عين. بعدها بعمر الورد والحظ انكفى، وقعت رهينة حبس سد بوابها. أجمل عروس وسحرها منو خفى، وبتختبي شمس السما بجيابها. وشبينها النوار زهر واحتفى، وطربون شتلات الحبق عرابها. كانت ع كل احبابها توزع دفا، والناس كانت كلها احبابها. حضنت بطي جناحها حب وعفا، مثل السفين الحاضني ركابها. بحر العلوم مرسملي وموجه طفا، والذوق ساكن في عرى وتيابها. يا سكر اللي قصدتها بلحظة غفا، شو هالزيارة اللي ما عرفنا سبابها. مش عايزي منك حلاوة المصطفى، حلوة وحلاها فاقعة ترابها. ريتك ما جيت وريت طيفك ما لفا، وبقيت تايه عن دروب عتابها. وين العدل يما العدل غاب وجفى، وخلى مكانه حوش طل يابها. ومن قبل مد البي عجل واختفى، ولليوم بعده حي فيها مصابها. وسألتها تشوف مأمول الشفا، يما القدر بسهام ظلم وصابها. بكيت وقالت لا بحياتك كفا،
من بعد بيي عدني وأطيابها وصرخت يا بيي شوف شو عندي وفاء من غبت عني صورتك بقيت معي بصبوص عيني وطبقت أهدابها. الله الله يا بي الله 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 يرحم والدينا ووالديك وجميعا. يعطيكم العافية. احنا مش حابين نحكي انه بدنا نختم، فبس بدنا نعطي كلمة نهائية للدكتور يحكي كلمة إذا حابب، أو دكتور قيس لك الكلمة الأخيرة. كلمة أخيرة هي أقصر قصيدة في ديواني. تفضل. وكذلك دونك الليل لوعة واحتراق، وبك العيش فرحة وانطلاق، ودم القلب في الوريد سعير، وبك اليوم أحمر دفاق. إن تظاهرت أنني لا أبالي فلساني مغالط أفاق. أنا يا منيتي جريح أسير، وحنيني ومحنتي لا تطاق. فاذكريني بحالكات الليالي، أنت الوفاق والميثاق. يا سلام. الله الله. سلام. في دقيقة. في دقيقة. رائع وجميل. في دقيقتين. تفضل. تفضل. قلب لا يكذب. قالوا إنني على ما يبدو أهواها، فإن غابت أحن لها وأبحث عن محياها، وإن حضرت أجن بها وأفرح عند لقياها. وأني رغم إنكاري وتكذيبي له خبر، ورغم الكأس تمتلئ بماء الحب أشربه، وإصراري وإنكاري بأني ما عرفت الحب عمري، وأني لم أجربه، وأزعم أنهم كذبوا، لكن قلبي ينتفض يكذب ما أكذبه. الله الله الله. سلام محمد. سلام محمد، بدك تحكي شيء؟ أنا الحقيقة يعني استمتعت شديد جدا. العربي إذا أحب يخرج منه الشعر، وإذا بكى يبكي شعرا، وإذا أراد أن يشتم يهجو شعرا، وإذا أراد أن يمدح شعرا. العربي بطبيعته وتركيبته شاعر، شاء أم أبى، حتى إذا لم يستطع أن ينطق الشعر فإنه يتذوقه، وإذا لم يستطع أن يتذوق الشعر فعليه أن يراجع عربيته. أنا الحقيقة كنت مستمتع جدا جدا جدا. يعطيكم العافية جميعا، يعني من أجمل اللقاءات، أشكركم عليها، وحقيقة راح نفارقكم ونحن بشوق لكم. الحقيقة أنا أنتهز الفرصة أن أقول أن هذه الحلقات التي تعملونها بانتظام شيء يعني جميل ومشرف ومفيد جدا جدا للجالية العربية. وكما تعلمون أنا سأباشر يعني برنامج صحي للجالية اليمنية، في الأول كنا نعمل، لكنها طبعا سيكون مفتوح لكل الجالية العربية، وهذه الأشياء التي نحن العرب هنا يجب أن نضرب بها المثل لبقية الجاليات، لأنهم سبقونا في أكثر هذه الأشياء، ونحن يجب أن نلحق بالركب. فشكرا جزيلا. أنا كمان بشكركم على استضافتكم إلي، وكمان بشكر الدكتور قيس على أنه رافقني في هذا اللقاء، ويعني ارتباطي في الشعر ارتباط وثيق. آخر كلمة ممكن أحكيها، لو مات في الشعر لمشيت في جنازة العفاريت.
ان شاء الله طول العمر طويل العمر يا الله يبارك طبعا انا باسمي وباسم زميلي وصديقي واخي وحبيبي الاستاذ محمد تميمي بشكركم شكر جزيل على اجمل سهره يمكن من السهرات اللي استمتعنا فيها، لانه شعرنا فيها برومانسيه وحب ووطنيه وهجاء ومديح، فكان فيها من كل ما نحب. فنشكركم شكرا جزيلا، ونذكر الجميع بلقائنا يوم غد ان شاء الله، سيكون ان شاء الله بالساعه 8 مع اطفالنا، سيكون مع الاطفال، سنسالهم عما يقوموا به ان شاء الله. حتكون حلقه غريبه هيك، اول مره بنسويها، لكن ان شاء الله نستطيع ان نصل لما نريد. اردت ان اختم حلقتنا بكلمات استنبطتها من قصائد كلا العملاقين اللذين امامنا. يكفي أني أحببتك صدقيني هذا يكفيني، أنا المتيم وهمس الغرام كنغم العود والوتر، فهبوا ولو لمرة لحفظ الكرامة قبل الممات، ألم تكن أنت من يسجد ذلا وينسى الصلاة. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا.